رجعنا لكم مره تانية فوق وهنا ولسه مكملين كلامنا عن الرياضه النسائيه. النهارده منورني في الاستوديو، يعني الحقيقه انا بعتبرها فقره مميزه جدا ان معايا النهارده بطله من بطلات العالم والعرب في واحده من الرياضات القتاليه الصعبه، وهي البطله العالميه ندى الاشر اللي قدرت انها تحفر اسمها في عالم التايكوندو وتحقق بطولات صعبه. مش بس كده، كمان ندى قدرت انها تكون حكم وخبيره دوليه في مجال التايكوندو. خليني ارحب بندى الاول ونعرف منها اكتر عن الاكسبيرينس بتاعتها ومشوارها. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. نبدا بقى من الاول خالص، انت ابتديتي تلعبي تايكوندو من امتى؟ من وانا عندي 4 سنين. هل لعبتي رياضات تانية جنبها؟ انت من الاول مكرره هي خلاص، هي واحده بس. بدات من وانا عندي 4 سنين وكملت بقى حياتي كلها كده. انت اللي اخترتي الرياضه دي ولا اهلك اللي اختاروها؟ لا، بابايا عشان كان بيلعبها برضو وانا الكبيره فحببني فيها، فبعد كده انا كمان لقيت نفسي ونجحت وحققت فكملت بقى. طب واول بطوله ليك، احكي لنا اكتر عن اول بطوله. اول بطوله، بصي احنا عندنا التايكوندو قسمين، قسم بومزا وقسم فايت. انا لازم تلعبي الاثنين، ما ينفعش تلعبي واحد واحد. فانا اول يعني من وانا عندي 4 سنين لحد 11 سنه كنت بلعب بومزا لا استعراضات. جينا بعد كده من اول بقى 2012 بدات الفايت. الفايت ده اللي هو الضرب. بعد كده من اول 2012 لحد 2019 دي بقى البطولات الجمهوريه، العالم، العرب، كل ده مع بعض. اول بطوله كانت 2012، كانت اول مره في حياتي اخش بطوله. بقى كنت صغنونه جدا، كنت 11 سنه. كنت صغيره قوي بلعب مع ناس بقى ابطال منتخب، كانت طبعا صعبه جدا وكنت بقى مخضوضه ولسه في الاول، بس ربنا كرمني وجبت اول جمهوريه وكسبت، يعني كسبت بطله منتخب مصر وكانت في المنتخب بقى لها فتره وكده، والحمد لله ربنا كرمني وجبت اول جمهوريه. دي كانت بدايتي بقى خالص. طب يعني دي لعبه صعبه، هل مامتك كانت بتشجعك برضو زي باباكي انك تكملي فيها؟ بصي يعني مش قوي طبعا، مش هقدر اقول لك قوي. ماما دايما كانت بتبقى خايفه عليا وكان بيبقى همها اكتر المذاكره، بس لازم بصي الاثنين بيشيلوا بعض، يعني الاب رياضه والام دراسه، معروفه هي بيبقوا مع وبعد بعض. وبعد اول بطوله ليكي قالت لك ايه؟ كانت طايره طبعا، يعني هي كانت فرحانه جدا بيا، اللي هو هي ما كانتش مصدقه ان انت حققتي ده بجد، انت استحملتي. طب يعني انا برضو تعبت لها قبلها وكان في تمارين كتير واصابات. حققتي مركز في اول بطوله ليكي؟ اول مركز اول بجد، عشان كده كانت مفاجاه لكله. اللي هو لسه بادئه، فانا لسه بادئه وتكسب ناس كبيره وناس اطول منها وانا كنت صغنونه يعني جدا. فربنا كرمني بقى من ساعتها اتعرفت، بقى من ساعتها اتعرف مين ندى الاشقر. فبعد كده بقى بيبقى فيه بقى اللي هو تصفيات منتخب، اطلع بقى امثل مصر، والحمد لله اول تصفيات منتخب جبت فيها اول برضو. وساعتها دخلنا المنتخب وبيبقى فيه بقى معسكرات وحاجات كتير، وبعدها بقى بتترشحي يعني ان انت تطلعي بطوله العالم بقى. طب كلمينا عن بطولات الجمهوريه، حصلت عليها كم مره؟ 7 سنين ورا بعض اول جمهوريه. اول جمهوريه. طب اصلا انا كنت عايزه اسالك دلوقتي، ازاي بيتم ترشيحك اصلا للبطولات العالميه اللي بره؟ هقول لك، هما بيعملوا بقى اللي هي تصفيات منتخب دي. دي تصفيات، هو بيحط لك ان هو انا عملت لك بطوله انت بيها تكسبي، تجيبي مركز اول، اول تاني تالت، انت بتبقى معاكي الثلاثه. بس احنا مثلا عندنا 20 ميزان، ف 20 ميزان دول كل واحد بيجيب اول بيبقى ايه؟ فرد، فبنبقى 20 فرد. دول اللي بيخشوا المنتخب. بعد كده جوه المنتخب بيصفوا مع بعض، بيعملهم محاوله اخيره، اللي بيطلع بقى بيجيب اول هو ده اللي بيخش بطوله العالم. واول بطوله عالميه ليكي كانت امتى؟ كانت 2015، كانت 2014 سوري. حققتي فيها مركز؟ خامس. دي كانت بدايتي خالص، دي برضه كانت اول بطوله عالم. وشاركتي كم مره؟ 4 ورا بعض 4 سنين ورا بعض. الاولانيه جبت خامس، الثانيه الثالث، الرابعه، الثالثه والرابعه ما ربنا ما كرمش والله، يعني الحمد لله. طب حلم الاولمبياد بقى وصل لحد فين؟ ما لحقتش يعني، وقت التصفيات حصل لي للاسف اصابه هي اللي ما خلتنيش الحق. ما قدرتيش تكملي؟ جالي رباط صليبي، فاضطريت طبعا ان انا اوقف كل حاجه وكان لازم اعمل عمليه، فربنا ما وقفت الرياضه تماما مش كده؟ ما لحقتش بقى خلاص، ما لحقتش اكمل. بياخد التاهيل بياخد وقت قد ايه؟ كتير، 9 شهور. ف
يعني ما كانش فيه خلاص، يعني ما كانش عندي اوبشن ان انا اعرف اعمل حاجه تانية. الاصابه دي جات لك بسبب كنت يعني في الرياضه وانت وانا بلعب لعبي تايكوندو، كنت في نص الملعب كده كنت بعمل استعراض وبس، ده ما كانش فايت بقى كان استعراض، بعمل استعراض فانت بتتشقلبي بتطيري تضربي في الهواء كده وانا بعمل بطوله وسط الناس كده كلها وانا نازله رجلي ركبتي يعني اللي هو راحت عكس الاتجاه اللي المفروض تروح. ده بسبب حركه غلط انت عملتيها، نازله غلط، نزلت غلط. بعدها ما وقعت بقى خلاص، اللي هو في ساعتها رحت واقعه. طب ازاي ممكن انت وانت بتلعبي كده تبقي واخده بالك ان انت ما تعمليش، عشان انت قلتي اصابه قويه قعدتي 9 شهور ما بتلعبيش خالص، ازاي ياخدوا بالهم من حاجه زي دي؟ بصي بيبقى تسخين، لازم اسخن كويس جدا، لازم ابقى عامله تاهيلات، يعني مثلا التحركات اللي انا هعملها سواء اللي انا مثلا بتشقلب في الهواء او بتشقلب على الارض او بطلع اعمل ضربه فبنط واضرب في الهواء، دي كلها بتبقى عايزه ان انا ابقى مجهزه لها. فانت كده طبعا احنا بنبقى عاملين كل ده، انت بتبقي متمرنه قبل ما تلعبي، بس هي الفكره هل جزء من ده توتر؟ جدا جدا طبعا. انا اصلا بتبقي وانتي بتعمليه بيبقى التوتر ده كلمه قليله على اللي انت بتبقي حاسه بيه. يعني لحد دلوقتي لسه بتتوتري في كل بطوله؟ ده كل بطوله لازم كده مهما كنت يعني بتلعبي كل يوم مستعده، لازم بتبقي خايفه بتبقي قلقانه، بس هي الفكره ان ازاي الخوف ده ما يتحولش لحاجه سلبيه جواكي، يعني الخوف ده ازاي تعرفي تسيطري عليه ويشجعك اكتر، اللي هو انا هعمل احسن حاجه. بس فالحمد لله كان ربنا بيكرم.